اختم مع حضراتكم ببوست كتبه المخرج المصري عمر زهران. عمر كان في زياره، قاعد اتابعه على الفيسبوك، كان في زياره للمغرب، مهرجان من المهرجانات، وكان عامل ده عمر زهران، وممثل بعض الادوار اللي كمان لقت قبول للناس. يعلم الله عمر زهران ما بيتواصلش معايا اطلاقا اطلاقا، يعني بس عشان ايه هتطلع الحكايه، وممكن عمر نفسه يطلع يشتمني عادي عادي يعني. يعلم الله ان انا قريت البوست ده زي اي واحد بيقرا على الفيسبوك، لكن لانه عمر شخص ليه طبيعه خاصه، ولانه ما بيكتبش بالسياسه، ولانه وما بيتكلمش عن اي اخطاء، وبيحاول يعني مواطن شريف بما تحمله الكلمه للاسف من مساوئ، لكنه مواطن شريف. فلما كتب ده كان مليء بالحرق. اسمع عمر زهران، قلت لك انا شوف المغاربه بيشتكوا قد ايه. بص عمر بقى هو بيزور المغرب، قال لك بصراحه ومن غير زعل وبموضوعيه شديده، بص ده للاسف هو اصعب ختام لحلقه اليوم يا جماعه. اتمنى ان يتقبل مني البعض واقعيه هذا البوست ومحتواه. يا جماعه احنا في مصر بنعاني من جهل شديد لما آلت اليه بلدنا مقارنه بمن حولنا من الدول الاخرى، وهذا ما اكتشفته خلال زيارتي الحاليه لدوله المغرب الشقيقه، بعيدا عن احتفاظهم واعتزازهم بالطابع الشرقي في كافه مناحي الحياه. ولن اتحدث عن طيبه ورقي وتحضر وكرم الشعب المغربي، انا في ذهول من شياكه وبساطه الناس في الشارع. مش عايز اكلمكم عن الاحياء الفقيره والبسيطه اللي شفتها، وانبهرت بمستوى النظافه وروعه التفنن في طلاء المنازل والبيوت بالوان بسيطه ومبهجه ومريحه للعين والقلب والروح. بيتكلم على المغرب اللي هي لا تقل يعني نفس وضعنا من الفقر يا جماعه، ومش عيب. ولا يمكن تلمح في احيائهم اي مظهر يؤذيك او اي شيء عشوائي. ومش هكلمكم عن الستات المحجبات بهدوء وبساطه ورقي، وملابسهم اللي بدون تقاليع رخيصه او تماحيك في الالوان الصاخبه. ولا يمكن ان انا اغفل اناقه السائقين التي تشبه اناقه نجوم هوليود. ولم اسمع كلمه كل سنه وانت طيب ولو لمره واحده. ناهيك عن رائحه العطور والبرفانات التي تمتعك وانت تجلس بجوار السائق. اما عن المطاعم فانا اقسم بالله العظيم بقول لكم انها انضف من مطاعم اوروبا، والحمامات تفوح منها رائحه معطرات ومطهرات، وفي ابسط قهوه بلدي تترقص امام عينيك الصواني النحاسيه وهي تحتضن الاكواب الزجاجيه التي يبرق لمعانها ويخطف عينك، والبراد الفضي الذي يشع نورا من شده نظافته وكانك اول من يلمسه ويستخدمه، ورائحه النعناع الاخضر التي تفوح مع بخار الشاي الاخضر فتشعر بانك تمارس طقوسا روحانيه. اقسم بالله العظيم ان شوارع مدينه الرباط وطوله مده الاقامه لم المح ورقه زباله في شوارعها اللي بتبرق من النظافه. وعندما اسال اي من المغاربه عن سر نظافه الشوارع ينظر لك مندهشا ولسان حاله يقول وما العجيب في ذلك، انه امر عادي. يا جماعه احنا انتفضنا جميعا لكرامتنا كمصريين بسبب كلمات تفوهت بها سفيهة الكويت على مصر والمصريين، وتوحدنا جميعا في غضبة وصرخة عالية سمعها كل العالم العربي. يا جماعة خلينا واقعيين، احنا ليه هاين علينا بلدنا كده؟ ولماذا لا ننتفض من اجل نظافة شوارع ومباني وواجهات محلات المحروسة؟ يا جماعة سبب نكسة السياحة في مصر مش شماعة الإرهاب، احنا لم نعد بلد سياحي، لا شوارعنا ولا محلاتنا ولا نظافتنا تليق ببلد سياحي، ولا حتى سلوكياتنا وأخلاقياتنا وضمائرنا مع ضيوفنا ليها علاقة بالسياحة. أنا مش فاهم احنا ليه مستسلمين لهذا الوضع. المجالس المحلية في مصر وفسادها وفساد رؤساء الأحياء ورؤساء المدن والمحافظين، طبعا عمر كأي مواطن شريف بيجيب اللي تحت، وانا يعني ما بيجيبش اللي فوق، والسمكه تفسد من راسها. احنا ليه ساكتين على المجالس المحليه وفساد رؤساء الاحياء ورؤساء المدن والمحافظين؟ دمروا مصر الجميله. اقسم بالله العظيم كل من ياتي لمصر يخرج منها شاكيا باكيا، ولولا عشقهم لمصر كبلد ما دخلوها. اقسم بالله العظيم كل من يذهب لمنطقه الاهرام او الحسين يقسم أنه لن يعود مرة أخرى. أنا بحب بلدي جدا وعندي غيرة شديدة عليها، ومن هذا المنطلق بحزن جدا جدا
لما اشوف دولة زي المغرب لا فيها بترول ولا تلت اثار العالم في بلد واحدة من بلادها زي مدينة الاقصر، وده بيبقى حالها وكأنها قطعة من اوروبا. مش فاهم هو ربنا غضبان علينا ولا ايه؟ طبعا مش فاهم ايه. طبعا مش المفروض نثور على الغير ولا نثور على انفسنا وعلى سلوكياتنا وعلى حال الوساخة اللي مالت شوارع مصر؟ واللي مش مصدقني انا جاهز اخده في جولة وافرجه بنفسي. اكتر من 100 حزب في مصر ولا حزب واحد يتبنى قضية الزبالة ويدعو المصريين جميعا للمشاركة في نظافة البلد. لو ما نجحناش في القضاء على الزبالة مش هننجح في اي شيء اخر، ولله الامر. ويأتي ابن العدل سليل عيلة التعريض يقول لك بعض الاخطاء. الله غالب. يا جماعة مكان تاني اهو في منطقة العريف اهو، ده مكان اخر اهو. شوفوا والله الواحد بس كده يمشي في الشارع ما يعملش اي شيء، دي متعة لوحدها في وسط الناس الطيبة دي، شيء ممتع ممتع. شوف المكان وروعته اهو. كل شيء منظم، كل شيء منظم. هي في الاول وفي الاخر هناك خروقات يعني، اكيد اكيد، لكن الصفه العامه النظام، يعني الصفه العامه النظام يا جماعه مفيش شك فيه. من هناك من يخالف، لكن الصفه العامه هي اللي بتفرض نفسها في الاول وفي الاخر، السمه العامه. شوفوا يعني الجولة دي بقى يعني زي ما بنقول كده جولة حرة يعني. شوفوا المكان، روعة المكان. وهو ده الزحام يا جماعة، برضه أنا هأكد على دي، لأن هنا بيعتبروا المدينة زحمة جدا، بيعتبروها زحمة. مش عارف فين الزحام بصراحة. يعني أنا مش شايف زحام، يمكن عشان احنا في عطلة العيد، لكن حتى الزحام برضو في الايام العادية ما بي مش بالحجم المزعج يعني. زي ما بقول لكم كده مش زي القاهرة يعني. دي الاشارة اهي. شايفين يا جماعه يؤدي الصلاه على الرصيف اهو، يعني لما بنقول المملكه المغربيه الشريفه هي شريفه بناسها الطيبين. شوفوا تلك البنايات
رائع يعني.